اليوم حقيقة التغيرات تكون في نقطتين اللي هما عاملين سيتغيران بعض الشيء، هما تكاثر للسحب أو ظهور للسحب على المنطقة الغربية أو الشمال الغربي ثم الشمال الشرقي. هذه السحب في بعضها رعدي خاصة على مدن الجبل، لكن بصفة عامة المنخفض الجوي الصحراوي أو كتلة الهواء الساخن لازالت تتمركز على مناطق جنوب الجزائر، تؤثر بشكل مباشر على غدامس والحمادة. الارتفاع لازال سائدا هذه المنطقة، درجات الحرارة لازالت مرتفعة بشكل واضح، 47 درجة نتوقعها خلال هذا اليوم على غدامس ومناطق مجاورة لها. أيضا الجنوب الغربي درجات الحرارة لازالت مرتفعة، كذلك الجنوب الشرقي الحرارة لا تقل عن 38 أو تتراوح من 38 إلى 40 درجة. الرطوبة النسبية عالية خاصة في الساحل الغربي، الساحل الغربي يشهد رطوبة عالية من 60 إلى 80% خاصة على أقصى الساحل. بصفة عامة إذن تقلبات جوية أو تدبدب في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض نتيجة للكتلة الساخنة التي تتمركز على هذه المنطقة، أحيانا تتحرك ناحية الغرب لتشمل مناطق الشمال الغربي، وهذا ما سنلاحظه اليوم. اليوم تتحرك الكتلة باتجاه الشمال الغربي فترتفع الحرارة قليلا مقارنة باليومين الماضيين، لكن خلال يوم غد وبعد غد تنخفض من جديد، تتراجع هذه الكتلة على مناطق الشمال الغربي. تبقى غدامس هي المنطقة الوحيدة التي تتأثر بشكل سلبي على مناطق المجاورة لها بشكل سلبي في ارتفاع في درجات الحرارة، أيضا تكاثر السحب بإذن الله تعالى. النشرة الخاصة بالصيد البحري فرصة مهيئة لكل الساحل الغربي ممتد من رأس الجير حتى سرت، فرصة مهيئة لدخول البحر للاصطياف خلال هذا اليوم. سرعة الرياح ستكون معتدلة خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 5 إلى 15 عقدة إلى تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج بإذن الله تعالى من ربع متر إلى 50 أو 75 سنتي على أقصى تقدير. إذن بصفة عامة البحر جميل على هذه المنطقة. الساحل الشرقي أقصى الساحل الشرقي ممتد من درنا حتى طبرق، لازال الموج يرتفع إلى أكثر من متر، متر ونص يصل خاصة في هذا الصباح، ويتجاوز في بعض المناطق المتر ونص، لكن في المساء ويوم غدا سيهدأ الموج قليلا مقارنة بهذا اليوم ويوم الأمس الذي كانت فيه الأمواج عالية بعض الشيء تجاوزت المترين. مناطق الجدابية بحر أكثر هدوءا، والساحل الجدابية والساحل بصفة عامة ساحل بنغازي أكثر هدوءا بإذن الله من أقصى الساحل الشرقي. الرؤية جيدة، درجة حرارة البحر من 23 إلى 25 درجة مئوية على كل أو على معظم السواحل الليبية، الرؤية جيدة للإخوة البحارة. إذن بصفة عامة درجات الحرارة لازالت تدبدب في تدبدب بين ارتفاع وانخفاض، اليوم ترتفع قليلا على المنطقة الشمالية الغربية، غدا وبعد غد تنخفض من جديد يعني تكون تحت 30 درجة، اليوم على طرابلس وضواحيها من 30 إلى 34 درجة، على مناطق غدامس لا تقل عن 42 أو من 42 إلى 47 درجة، مناطق غدامس الحمادة بصفة عامة. إذن الكتل الهوائية الساخنة لازالت تتمركز جنوب ليبيا تؤثر بشكل فعال على هذه المنطقة. نتعرف على درجات الحرارة من خلال الفقرة الموالية بإذن الله تعالى.